يقول عنده قريب لا يصلي إلا الجمعة هكذا؟ إيه نعم. فهل إذا مات يصلى عليه؟ مشكلة ترك الصلاة الآن للأسف، أنا لا أتكلم عن تاركي الصلاة، أتكلم عن المصلين كيف يتعاملون مع تاركي الصلاة. لو كان إنسان يجاهر بشرب الخمر والعياذ بالله، أو يجاهر بالزنا، هل يجوز أن نزوجه؟ هل إذا تقدم لموليتك ابنتك أو أختك فهل تزوجه؟ قطعا لا. فكيف يتساهل بعض الناس اليوم بتزويج تارك الصلاة؟ وترك الصلاة أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر، حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي وأسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صار كثير منا ينكر على الزاني وينكر على شارب الخمر وينكر على تارك الصيام ولا ينكر على تارك الصلاة. لو كان إنسان قد اشتهر بالزنا يجي يدخل الديوانية، الناس تكرهه وممكن تطرده من الديوانية، لكن يدخل تارك للصلاة ولا كأن صار شيء ولا كأن فعل جريمة، مع أن جريمة ترك الصلاة أعظم بكثير من جريمة شرب الخمر ومن جريمة الزنا وغيرها من الجرائم ما عدا الشرك. فالمجتمع للأسف ما صار ينكر على تارك الصلاة، لذلك صار ترك الصلاة أمرا سهلا عند كثير من الناس، لأنه لا يجد ردة فعل في المجتمع، نبذ من المجتمع له. يجب أن ينبذ تارك الصلاة كما ينبذ شارب الخمر وينبذ الزاني وينبذ المجاهد بالفطر في رمضان، كذلك ينبذ تارك الصلاة حتى يعلم أن الناس تكرهه وتكره فعله وتنكر عليه ولا تحب مجالسته ولا تزوجه ولا تتزوج المرأة التي لا تصلي، فيشعر الناس بالألم وأنه شاذ في المجتمع فيعود إلى الحق. وحتى إذا مات لا تحرص على الصلاة عليه. نعم تقام عليه الصلاة عند قول من يقول من أهل العلم بأنه لا يكفر لا يخرج من الملة، لكن أيضا أهل الفضل وأهل التقوى ما يصلون على هؤلاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي على من عليه دين فقط حتى ينفر الناس من الدين، فما بالكم بتارك الصلاة خاصة إذا كان يتركها فترات طويلة والعياذ بالله. يعني ليس يصلي ويترك باليوم يفوت له فرض، لا لا، بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، بعضهم حتى الجمعة يفوتها والعياذ بالله. فيجب حقيقة على المجتمع كله أن يقف وقفة جادة مع تارك الصلاة وأن ينكر عليهم ذلك وأن يناصحون، لابد أن يناصحوا يذكرون بالله تبارك وتعالى، يقال لهم اتقوا الله هذا خطأ، كما أننا نناصح من يشرب الخمر ونناصح من يأكل الربا ونناصح من يزني ونناصح من يترك الصيام، نناصح من يترك الصلاة. لا تكون أكيله وشريبه وكأنما فعل شيئا، هذه حقيقة يعني تقصير فينا، يجب علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، هذا أقل شيء يمكن أن نفعله مع هؤلاء، والله المستعان.